تمديد وقف استيفاء رسم السراب المفروض على القمح اللين والقمح الصلب. تقدم بهذا المشروع السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى ضمان تزويد السوق المحلية من هذه الحبوب وتفادي أي خصص من هذه المادة الحيوية، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية عند الاستهلاك لمادة الدقيق، علما بأن أسعار القمح في الأسواق العالمية عرفت خلال الأشهر الأخيرة تذبذبات قوية تميزت عموما بارتفاع أسعارها. ثانيا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 36/12 يقضي أيضا بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2/12/125 الصادر في 22 من ربيع الأخير 1433 الموافق ل 15 مارس 2012. هذا المرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير. تقدم به كذلك السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويرمي هذا الإجراء إلى العمل على الحفاظ على استقرار أسعار العلف وتجنب المضاربات في أسعار هذه المادة المهمة، خاصة بعد ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية والتي ناهزت 277 دولار للطن خلال شهر مارس 2012. بالنسبة إلينا، يؤدي وقف استيفاء هذا الرسم الذي يبلغ 35% إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في حدود 268 درهم للقنطار. بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 57/12 يغير ويتمم بمقتضى ظهيرة تسعود رمضان 1331 13 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، ويهدف هذا المشروع إلى ضمان إنجاز التقنيين الطوبوغرافيين لعملية التحديد العقاري في إطار قانوني واضح، وبالتالي استجابة لطلبات الزبناء في أقرب الأجال، إعطاء مبدأ الأولوية للطلبات وتسريع عمليات التحفيظ التي تتم خاصة في ظل الحاجة المتزايدة وارتفاع الطلب على ذلك. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2/12/01 المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة تكنوبوليس بسنة. تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، يهدف هذا المشروع إلى إحداث هذه المنطقة على مساحة 61 هكتار ضمن المنطقة الصناعية المندمجة بسنة، وذلك في إطار مبادرة المغرب ابتكار، حيث ترمي هذه إحداث هذه المنطقة يرمي إلى تأسيس بنية تحتية مخصصة للتكنولوجيا المتقدمة وفق المعايير الدولية، وبالتالي تعزيز موقع بلادنا في هذا المجال على المستوى العالمي. هذا المشروع سيعرف إرساء أنشطة مرتبطة بمجال البحث والتطوير في الإلكترونيات الاستهلاكية، تقنية النانو، التكنولوجيا الحيوية، الصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية والطاقات المتجددة ذات العلاقة بهذا المجال. على مستوى الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروعين، مشروع قانون رقم 31/12 تقدم به السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون موجود حاليا في نيامي في أشغال اجتماع اللجنة المختلطة. يوافق بموجب هذا المشروع على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين كل من حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقع هذا الاتفاق بالرباط في 25 ماي 2011، ويهدف إلى تقوية التعاون بين البلدين في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي، تطوير النقل الجوي، نظام خدمات الجمركية وخدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وتمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منح أسعار مناسبة وخدمات تنافسية في ظل التطور الجاري في هذا المجال. أيضا وافق المجلس المشروع الثاني، مشروع قانون
على رقم 3412 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمجلس السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم الموقع في الرباط في 23 يونيو 2011. يهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، من شأنه تسهيل عملية تطوير هذا النقل وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا المجال. وبموجب هذا الاتفاق تتحدد كيفية منح وممارسة حقوق الطرفين المتعاقدين وكذا الالتزام بقوانينهما وقواعدهما التنظيمية.